السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العلمي، وموضوع جديد وفيديو جديد من موضوعات الجبر في مادة الرياضيات، ونتناول اليوم الأسئلة الصعبة من وجهة نظر الطلاب في التبديل والتوافيق والمسائل اللفظية وكيفية حل هذه المسائل وكيفية التعامل معها، لأن كثير من الطلاب يشكون من صعوبة التعامل مع هذه المسائل. أولا، كما وصل هذا الفيديو إليك فلا تبخل بعمل مشاركة له مع الطلاب حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. وإذا أعجبت بالفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد يوميا من خلال القناة مع قناة المنقذ التعليمية التي تقدم شرح لجميع فروع الرياضيات والإحصاء لجميع المراحل التعليمية الدراسية. اليوم إن شاء الله بإذن الله يا شباب هنتكلم عن المسائل اللفظية في التبديل والتوافيق. أول حاجة أنا عايزك تعرف الأعداد اللي هنشتغل عليها، أنا عايزك تعرف الأعداد. طبعا ما فيش طالب في المرحلة الثانوية ما يعرفش الكلام دلوقتي، من 0 لغاية 9: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بس احنا بنحاول نبسط لك الأعداد، نبدأ معاك جزئية جزئية عشان تستوعب الجزئية دي. تعال ناخد بعض الأمثلة البسيطة بالنسبة لنا في الأول عشان نعرف نتعامل مع الأجزاء دي. لما اجي اقول لك انا عايزك مثلا تكتب لي، اكتب بالنسبه لك اكبر، اكتب لي مثلا في الاول، نبدا بمثال سهل، اكتب لي عدد مكون من 5 ارقام مختلف. الخمس ارقام مختلفين، طبعا كل واحد فينا هيكتب العدد بطريقته. لو انت عندك ادخانه 2 3 4 5، ممكن مثلا اجي نكتب هنا، اقول هنا مثلا 3، هنا 5، هنا 9، هنا 1، هنا 4. يجي واحد غير يكتب بطريقة تانية، يقول لك هنا 2، هنا 0، هنا 1، هنا 4، هنا 5. ده صحيح وده صحيح بالنسبة لنا، دي بالنسبة بدايات بسيطة بالنسبة لنا. تعال ناخد مثال فني حق الجزئية دي، كل مرة هنجزئ لغاية لما نعطيك أفكار عميقة جدا حق الأجزاء دي. لما أجي أقول لك أنا عايزك تكتب لي أكبر عدد، أكبر عدد مكون من 4 أرقام مختلف. تعال نشوف كده مع بعض يا شباب، تعال نحلل السؤال دلوقتي بالنسبه لنا. اول ملاحظه، انا عايز اكبر عدد. تاني حاجه، العدد مكون من 4 ارقام. تالت حاجه بالنسبه لنا مختلف. تعال نحلل الجزئيه ديت. عندك لما احب اجيب اكبر عدد، اكبر عدد هبدا هنا طبعا، الجزئيه دي احاد، عشرات، مئات يا شباب، بالنسبه لنا الوف. لما احب اجيب بالنسبه لي اكبر عدد هنا المفروض 9. الارقام كلها مختلفه عن بعضها، ما ينفعش اخد 9 هنا وباخد هنا 8، اخد هنا 7، اخد هنا 6. يبقى لما احب اكتب الكلام دلوقتي اقول له بالنسبه لي اكبر عدد هو 6 7 8 9، يعني 9876 لما احب اقراها. دي بالنسبه لنا يا شباب. طب تعالوا كده ننتقل لجزئيه ثانيه بالنسبه لنا، خلي بالكم معايا يا شباب. هنبدا نفصل الحاجات ديت عشان تستوعب معايا 100%. لما اجي اعطيك مثال ثاني، ادي مثال اهو، اقول لك انا عايزك توجد لي، اكتب لي اصغر عدد مثلا مكون من كم رقم؟ 5 ارقام مختلف. ادي الحل، اصغر عدد بالنسبه لي ادي 1 2 3 4 5. المفروض ابدا انا باصغر عدد، المفروض احطه هنا 0، بس احنا خدنا معلومه ان الصفر من ناحيه اليسار ملهوش قيمه، من ناحيه ايدي الشمال ملهاش قيمه، احط مكان الصفر 1. هنا احط 2؟ لا، احط الصفر، لان الصفر من ضمن الاعداد اللي معايا، يعني عندي الاعداد من 0 لغايه 9. هبدا باصغر عدد، ما ينفعش طبعا الارقام كلها مختلفه عن بعضيها، ان احنا زي ما حددنا لما احب اعمل تحليل للسؤال دوت يبقى لازم انا ابدا باصغر عدد. يبقى انا محتاج اول ملاحظه بالنسبه لي لما احب احلل السؤال ده اصغر عدد، والعدد مكون من 5 ارقام والارقام مختلفه، ده بالنسبه لتحليل السؤال. فاصغر عدد ابدا من ناحيه ايدي اليسار، احط 5 خانات. لو حطيت الصفر وقلنا الصفر ملهاش قيمه يبقى الكلام ده غلط، يبقى احط العدد اللي بعد الصفر اللي هو الصغير اللي هو الواحد. بعدين ما ينفعش احط الواحد فاخد العدد الصفر، اخد الصفر اخليه. بعديها ما ينفعش اخد الواحد هنا، اخد مين؟ اخد الاثنين. ما ينفعش اخد الاثنين هنا، اخد العدد اللي بعده 3، اخد العدد اللي بعده اللي هو 4. واظن ده مثال سهل بالنسبه لنا يا شباب. يبقى لما احب اتكلم عن عدد او احب اكتبه اقول 4 3 2 0 1
ده بالنسبة لنا بالنسبة للعدد، وأظن دي أمثلة سهلة بالنسبة لنا يا شباب. تعالوا ننتقل كده لمثال ثاني من عندنا. هو لما أجي أقول لك عشان بس توضيح الجزئيات دياتي، أنا عايزك تكتب لي أكبر عدد، أكبر عدد زوجي مكون من كام رقم يا شباب؟ من 5 أرقام مختلفة. تعال نحل كده السؤال ده في الأول، نعمل تحليل للسؤال. أول حاجة عايز أكبر عدد، تاني حاجة عايز العدد ده يكون إيه؟ زوجي. تالت حاجة عايز العدد يتكون من 5 أرقام. رابع حاجة الخمس أرقام يكونوا مختلفين. ده بالنسبة لتحليل السؤال. العدد مكون من 5 أرقام، دي خانة 2 3 4 5. أول حاجة بالنسبة لي يا شباب أكبر عدد، يبقى ما ينفعش أخلي هنا غير 9، تمام؟ بعديه خد العدد اللي قبله 8، بعديه 7، بعديه 6، المفروض هناخد 5، بس هو شرط عليك هنا، قال لك أنا عايز العدد ده يكون عدد زوجي، هذا العدد الأول اللي أبدأ بيه لازم يكون زوجي، فما ينفعش آخد الستة، ما ينفعش آخد الخمسة هنا، آخد مين؟ آخد الأربعة. وأظن كده بالنسبة لنا بقت سهلة وواضحة يا شباب. يبقى العدد اللي أنا ممكن أختاره 4 6 7 8 9، هذا العدد بالشكل دوت. تعال ناخد مثال ثاني كده على الجزئية ديت عشان نحلل مع بعض الكلام اللي موجود عندنا في السؤال. لما أجي أقول لك أكتب لي مثلا، هبدأ أنا أغير في الصيغة شوية كل شوية، أصغر عدد فردي، اكتب لي أصغر عدد فردي يمكن تكوينه من كام يا شباب؟ أنا عايزك تمسك الورقة والقلم وتحل معايا. من 6 أرقام مختلفة، إحنا بادئين معاك بأمثلة سهلة لغاية لما ندخل على الأمثلة العميقة بالنسبة لنا. لما أجي أعمل تحليل بالنسبة لنا للسؤال يا شباب، أول حاجة بالنسبة لي أنا عايز أصغر عدد، وأصغر عدد عايزه فردي، ويتكون من 6 أرقام، والـ6 أرقام دول مختلفين. 6 أرقام بالنسبة لي، تعال نشوف كده مع بعض، أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي 4، أدي 5، أدي 6. أصغر عدد، ما ينفعش طبعا زي ما قلنا هنا أختار 0، لأن 0 من ناحية اليسار ملهاش قيمة، يبقى أختار 1، وبعديه أختار 0، وبعديه أختار 2، وبعديه أختار 3، وبعديه أختار 4، وبعديه أختار 5. طب ينفع العدد ده؟ ينفع، لأنه قال لك أصغر عدد فردي، يبقى هذا العدد، يبقى العدد الأول كده هيكون عندي فردي زي ما هو قال لي. والأعداد الفردية يا شباب اللي هي 1 3 5 7 9 وهكذا يا شباب. يبقى العدد لما أحب أتعامل معاه هيكون 5 4 3 2 0 1. دي بعض الأمثلة البسيطة عشان أشوف أنا كيف أكون، وكيف أعرف أتعامل مع مسائل، وكيف أعرف أحل بشكل عميق بالنسبة لي يا شباب. تعالوا ننتقل لجزئية ثانية بالنسبة لي يا شباب من ضمن موضوعاتنا اللي عندنا في المنهج، التباديل. هكتب كلمة في التباديل بس عشان ما نحكيش فيها كتير. هكتب كلمة هنا كده، هقول لك الترتيب مهم جدا في عملية التباديل. يبقى الترتيب مهم جدا بالنسبة لنا في عملية مين يا شباب؟ التباديل. تعال ناخد مثال مثلا. طبعا في نوعين من التباديل بالنسبة لنا نتعامل معاهم. لما اجي اقول لك انا عندي عدد مكون من رقمين مختلفين عايزين نكونه، او عدد ان احنا ناخد الرقمين دول ونكونوا مكونين من عدة ارقام. مثال مثلا لما اجي اقول لك احنا عايزين نكون عدد مكون من رقمين او مختلفين طبعا، او بالنسبة لك رقمين فقط من بين عدة ارقام مثلا. تعال نشوف كده مع بعضينا هنتعامل ازاي مع الجزئيه ديت. قال لك اول قانون بالنسبه لي هنا هستخدم حاجه اسمها مع الاحلال، والاحلال معناها التكرار، يعني العدد عندك يكون متكرر. القانون اللي هستخدمه هنا نون اسره، خلي بالكم معايا يا شباب. طب دون احلال يعني معناها هنا كده بدون التكرار، العدد مش متكرر، هيبقى عندك القانون اللي هيشتغل عليه نون لامره. خلي بالكم معايا يا شباب، ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للتباديل. تعال ناخد هنا كلمة التوافيق. التوافيق أهم ما يميزها بالسؤال إن عندك بيكون عندك أنت بتلاحظ إن الترتيب غير مهم في عملية التوافيق. خلي بالكم معايا يا شباب، مثال مثلا الكلمة اللي بتلاقيها في التوافيق كلمة انتخاب.
لما اجي اقول لك مثلا انتخاب، مثال مثلا انتخاب اربعه افراد مثلا للذهاب الى رحله من بين تسع افراد مثلا، برضو ليها حلين عندي. اول حاجه هنا مع الاحلال، مع الاحلال او التكرار هنا كده. تعال شوف معي هنا دون احلال، طبعا دون احلال او دون تكرار. تعال شوف الحل الاولاني، القانون اللي هشتغل عليه. القانون اللي هشتغل عليه تبقى نون زائد ر ناقص واحد في قافره، ده القانون بالنسبه لنا مع الاحلال. دون احلال هتبقى نون قافره. انا عايزك تعرف القوانين دي بالنسبه لنا مهمه جدا. تعال ناخد امثله كده على الجزئيه دي نشوف ازاي نتعامل معاها يا شباب. خلي بالكم معايا، هعطي مثال كده بالنسبه لنا نشوف نحله ازاي ونتعامل معاه كيف. لما اجي اقول لك ادي مثال كده، نبدا بمثال بسيط او مثال سهل. قال لك بكم طريقه يمكن تكوين، بكم طريقه بالنسبه لي انا عايز اكون عدد طبعا مكون من رقمين. انا ما قالكش رقمين مختلفين، يبقى اشتغل على الحالتين من الارقام طبعا اللي هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. ده مثال بالنسبة لنا يا شباب، خلي بالكم معايا. لما أحب أتعامل مع المثال دلوقتي عندنا، قال لك أنت عايز تتعامل، عايزين نكون عدد مكون من رقمين، العدد مكون من رقمين بالنسبة لنا. من الأرقام اللي هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. تعال نجيب مع بعض كده مع الإحلال هنا كده، مع الإحلال. طبعا هنا هستخدم التباديل بالنسبة لي. الإحلال هنا كده خلي بالك مع أول مرة ألاقي هذا العدد مكون من رقمين. هنا ممكن أختار العدد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وخمسة، يبقى قدامي خمس طرق. هنا ممكن نفس القصة مع الإحلال، معناها التكرار، التكرار موجود، العدد متكرر موجود. ممكن أختار هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى قدامي خمس طرق. يبقى عدد الطرق هنا يا شباب تساوي نون أس ر. نون اللي هي عددهم خمسة وره أس 2 تبقى 5 ضرب 5 تساوي 25. ودي مهمة جدا بالنسبة لنا اللي اسمها الترتيب مع الإحلال. الترتيب هو الحالة دي، الترتيب يا شباب مع الإحلال، خلي بالك معايا. تعال ناخد بعد كده في حالة الترتيب بالنسبة لنا. وفي حالة الترتيب زي ما احنا قلنا نشتغل على مين؟ على التباديل. ترتيب بس بدون إحلال. في قانون عندي هشتغل عليه، ان انا عندي عدد الطرق بالنسبه لي تساوي نون لام ر في حاله الترتيب بدون احلال. النون عندي خمسه وده الاثنين، يبقى خمسه لام اثنين لما اتعامل مع دي عباره عن خمسه ضرب اربعه واجيبها بالحاسبه تعطيك النتيجه 20 طريق. ده بالنسبه لنا مثال مهم جدا. تعال ننتقل لمثال ثاني كده من عندنا على الجزئيه دي يا شباب، خلي بالكم معايا. لما اجي اقول لك بكم طريقه، ركز معايا، يمكن تكوين، هغير في صيغه السؤال شويه، هضيف حته زياده، عدد مكون من رقمين. انا عايز اضيف عدد مكون من رقمين او اكثر مختلفين. هنا قال لك مختلفين، خلي بالك معايا، يعني انا هختار عدد مكون من رقمين مختلفين او اكثر من مجموعه الارقام. طبعا نكتب هنا كده من الارقام اللي هي تكون على الصورة واحد واثنين وثلاثة واربعة. تعال نحل كده مع بعض يا شباب. قال لك عندي الأعداد دياتي، لما أجي أتعامل معاها أتعامل معاها كيف؟ أنا عايز أختار عدد، ممكن أختار عدد مكون من رقمين أو عدد مكون من ثلاثة أرقام أو عدد مكون من أربع أرقام. ما أقدرش أختار عدد مكون من خمس أرقام لأن هم الأعداد أصلاً أربعة، فينفع أختار أربعة من أربعة لكن ما ينفعش أختار خمسة من أربعة. يبقى لازم العدد ده يكون يعني النون تساوي ر بس، ما ينفعش غير كده. لكن ما ينفعش اختار 5 من 4، يبقى انا شغل غلط. طبعا هنا كده في كلمه او، يا اختار دي يا دي يا دي، خلي بالكم معايا عشان في كلمه او دي ليها تفسير او ليها معنى. انت عندك بالنسبه لنا تعال نشوف مع بعضينا، لما تيجي تختار انت عندك اربعه، المره الاولانيه ممكن اختار هنا يختار يا واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه، يبقى قدامي اربع طرق. هنا قدامي كم؟ اخترت واحد من هنا،
يبقى خدت عنصر من دول البرد هنا 3. طب نشوف اللي بعديها، هنا ممكن اختار 4، اخترت عنصر واحد من دول يتبقى 3 يتبقى 2. اللي بعديها ممكن اختار هنا 4، هنا 3، هنا 2، هنا 1. اظن في ان هنا لما اخترت الاربعه يبقى قدامي 4 اختيارات، خدت عنصر واحد يبقى قدامي 3، خدت 3 من هنا يتبقى عنصرين، خدت عنصرين يتبقى عنصر. لما احب اجيب بالنسبه لي عدد الطرق، انا عندي 4 دول، اول حاجه 4 اخترت منهم 2، زائد اللي بعدها، ليه زائد؟ اللي في كلمة أو، فأو تتحول إلى زائد. دول 4 اخترت منهم 3، 4 لام 3. زائد اللي بعدها. عندي 4 اخترت منهم 4، يبقى 4 لام 4 تساوي. 4 لام 2 دي معناها 4 ضرب 3. زائد 4 لام 4، 4 ضرب 3 ضرب 2. 4 لام 4، 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. جمع دول عندك كده دي 12 زائد 12 ضرب 2 24 زائد 24. اختصر لي كل هذا الكلام وهات النتيجة عندك بالحاسبة، تعطيك النتيجة 60 طريق. وأتمنى تكونوا فهمتوا الجزئية دي بالنسبة لنا يا شباب. تعالوا ننتقل كده لفكرة تانية من ضمن الأفكار اللي عندنا، خليكم معايا. ومسألة جديدة. المسألة عندي بعد كده بيقول لي أنا عندي حقيبة بها 12 كورة. أنا عندي حقيبة فيها 12 كورة حمراء. يبقى أنا عندي 12 حمراء. سحبت منهم 3، 3 حمراء، وعندي بعد كده 8 بيضاء سحبت منهم 2. احسب رقم أ السحب مع الإحلال والترتيب. خلي بالكم معايا، رقم أ السحب مع الإحلال والترتيب دي تساوي عدد الطرق، طبعا عدد الطرق تساوي، خلي بالكم معايا هوضح معلومة جميلة جدا هنا. بالنسبة للسؤال السابق قلت أنا كان عندي أو تعني زائد، و اللي موجودة دي تعني ضرب، يبقى أو تعني زائد و تعني ضرب. يبقى أنا عندي 12، أول واحدة 12 أس 3، نون أسرة مضروبة فيه 8 أس 2. واختصر طبعا كل هذا الكلام وهي تنتج عندك دي بالحاسبه. دي اول جزئيه. تعال ناخد رقم ب. انت عايز تجيب السحب دون احلال. دون احلال وترتيب، في ترتيب. طالما في ترتيب عندك تستخدم مين؟ تباديل. تساوي نون لام ر 12 لام 3، 12 لام 3 مضروبه في الثانيه 8 لام 2. واختصر كل هذا الكلام طبعا، وقلت فيه و معناها تضرب واو يعني تجمع. رقم ج بالنسبة لنا، أنا عايز أجيب السحب دون إحلال ودون ترتيب. خلي بالك معايا، هنا دون ترتيب ودون إحلال، دون ترتيب معناها توافيق. نفس القصة يا شباب، تساوي بدل لام هتصير عندي، هتكون عندي قاف، يبقى 12 قاف 3 مضروبة في 8 قاف 2. واختصر كل هذا الكلام وهات النتيجة عندك باستخدام الآلة الحاسبة. أظن كده احنا وضحنا الجزئية ديت والطلبة استوعبتها كويس جدا. تعالوا ننتقل لمثال تاني بالنسبة لنا يا شباب، خلي بالكم معايا. بيقول لي بكم طريقة يمكن لمجموعة من 6 أشخاص، أنا عندي 6 أشخاص ركز معايا، في حقل أن يرتبوا أنفسهم بحيث يحتوي على صف واحد في حالتين. أول حالة الست أشخاص دول هيقعدوا في صف واحد به 6 مقاعد. دول يقعدوا في صف كده. أو يقعدوا فيه حول مائدة مستديرة. دي مائدة مستديرة. بها كم مقعد يا شباب؟ 6 مقاعد. تعال ناخد القاعدة بتاعت الجزئية دياتي، خلي بالك معايا. قال لك لما يكون عندك أنت قاعد في صف واحد، نقول عليها عدد طرق وترتيب. نون من الأشياء في صف واحد تساوي نون لام نون. اللي بعدها عدد طرق وترتيب نون من الأشياء، احنا قلنا في صف واحد تبقى نون لام نون. عدد طرق وترتيب نون من الأشياء في دائرة أو في مائدة مستديرة
القانون بتاعها عندك هتساوي نون ناقص واحد لام نون ناقص واحد، ودي مهمة جدا بالنسبة لنا يا شباب. تعال نطبق على المثال اللي كان عندنا. أنا عندي ستة أشخاص وهنا ستة، يبقى أقول له لما أجي أتكلم على الجزئية ديت أقول له عدد الطرق الأولانية بالنسبة لمين؟ بالنسبة للأشخاص الجالسين في صف واحد تساوي ستة لام ستة، اللي هي نون لام نون. ستة لام ستة اللي هي مضروب الستة ويجيبها باستخدام الآلة الحاسبة، اللي هي ستة ضرب خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد، تكون عندك النتيجة 720 طريق. طيب بالنسبة لي لما أكون عندي على صورة مائدة مستديرة أقول عدد الطرق بالنسبة للأشخاص الجالسين في دائرة أو في مائدة مستديرة تساوي، هنقص من دي واحد ونقص من دي واحد تبقى خمسة لام خمسة تساوي مضروب الخمسة، خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد، واختصر كل هذا الكلام تساوي 120 طريقة. دي بالنسبة لنا أظن كده استوعبنا الجزئية ديت وفهمناها يا شباب، إن إحنا بنطبق القاعدة بالنسبة لنا فقط لا غير، تطبيق مباشر. امسك الورقة والقلم وتعالى كده اشتغل معايا، خلي بالكم معايا. بكم طريقة يمكن تكوين عدد مكون من ثلاثة أرقام مختلفة؟ خلي بالكم معايا، أنا عندي خمس أرقام، خمس أرقام عايز أكون منهم ثلاثة، أكون كيف؟ أدي رقم اثنين ثلاثة. أول حاجة هنا ممكن أخلي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يبقى قدامي خمس طرق. هنا أخدت عنصر واحد بس، يبقى الباقيين يعني نفترض أنا أخدت الواحد، يبقى هنا ممكن أخلي اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يبقى قدامي أربع طرق. هنا أخدت عنصر وهنا أخدت عنصر، نفترض أنا أخدت الواحد وأنا أخدت الاثنين، يبقى قدامي هنا ممكن أخلي الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، يبقى قدامي ثلاث طرق. يبقى عدد الطرق أنا حاولت بس أبسطها لك، أنا عايز العدد مكون من ثلاثة أرقام، ثلاثة أرقام يعني هنا آحاد، هنا عشرات، هنا مئات. عدد الطرق بالنسبة لي هتساوي خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة، هتساوي عندك 60 طريق. دي بالنسبة لنا. طيب لو أنا عايز أكون عندي خمس أرقام عايز أكون منهم ثلاثة أرقام، ممكن أجيبها بطريقة التبادل والتوفيق. طبعا هنا لازم تكون عندك الترتيب، عملية مهمة جدا، ما ينفعش أخلي رقم مكان رقم. يبقى تكون عندك النتيجة خمسة، هكون ناخد منهم ثلاثة، يبقى خمسة لام ثلاثة، وتجيبها بالحاسبة خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة تعطيك النتيجة، تكون عندك 60 طريقة. تعال ناخد مثال ثاني عندنا بالنسبة لنا، خلي بالكم معايا. بكم طريقة يمكن تكوين ثلاث أرقام تسمح بالتكرار؟ يبقى أنا عايز ثلاث أرقام، ثلاث أرقام أكونهم من مين؟ من خمسة. هنا ممكن أخلي العدد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يبقى قدامي خمس طرق. هنا ممكن أكررهم هم هم، ممكن أختار واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يبقى قدامي خمس طرق. هنا نفس القصة، خلي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، قدامي خمس طرق. يبقى هنا عدد الطرق طالما قال لك تسمح بالتكرار اللي هي نون اس ر، نون عندك اللي هي كامل هي خمسة، اس ر انت خدتها واحد اثنين ثلاثة، يبقى خمسة اس ثلاثة تعطيك، تكون عندك خمسة ضرب خمسة ضرب خمسة، تكون عندك النتيجة 125. وده مثال بالنسبة لنا مهم جدا يا شباب. تعالوا كده ننتقل لمثال ثاني، امسك الورقة والقلم واشتغل معايا يا شباب، عشان عندنا أمثلة كثيرة جدا، كل ما اروح هنتقدم وهنتطور. بكم طريقة يمكن تكوين ثلاث أرقام مختلفة؟ أنا عايز أكون ثلاث أرقام، خلي بالكم معايا، أدي رقم، أدي الثاني، أدي الثالث، عايز أكونهم من مين؟ أقل من 400، شرط إن العدد ده يكون أقل من 400. اللي أقل من 400 عندك هنا في الأعداد دوت هاخده، ممكن يكون واحد، ممكن يكون اثنين، ممكن يكون ثلاثة. تمام؟ هنا خلاص، يبقى هنا أنا خدت عدد واحد من دول، خلي بالكم معايا يا شباب. هنا المفروض في كم عدد؟ في هنا المفروض أربع أعداد، يعني ممكن يعني أفترض أن هنا مثلا خدت واحد، يبقى هنا مثلا ممكن آخد، مش عشان ما يبقاش الأرقام دول مختلفين عن بعض، يكون عندي هنا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يبقى قدامي عدد أربع طرق. طيب هنا خدت رقم وهنا خدت رقم، يبقى خدت رقمين، رقمين من خمسة، يبقى قدامي هنا ثلاثة طرق.
خليكم معايا يا شباب. هنا بالنسبه لي دول كام عدد؟ دول ثلاث اعداد. يعني انا ممكن اشتغل هنا قدامي ثلاث طرق. يعني انا ممكن اختار هنا يا الواحد يا الاثنين يا الثلاثه، يبقى قدامي ثلاث طرق. في الاصل انا ما اخترتش دول مع بعض، انا اخترت واحد منهم. يبقى انا اخترت واحد من الاصل اللي هو كله خمسه، يبقى اخترت واحد من خمسه، يبقى الباقيين هنا اربعه. انا اخترت يبقى هنا يعني عندي اربع اعداد الباقيين، بس انا في الاصل اخترت واحد. يبقى اخترت عدد من هنا واخترت عدد من هنا، يبقى يتبقى كام؟ يبقى اخترت عددين، عددين من خمسه، يبقى يتبقى هنا ثلاثه اعداد. اتمنى تكونوا فهمتوها واستوعبتوها كويس جدا يا شباب. لما احب اجيب عدد الطرق طبعا ثلاثه ارقام مختلفين عن بعض، خلي بالكم معايا. هتكون عندك ثلاثه ضرب اربعه ضرب ثلاثه طبقا لمبدا العد، هتكون عندك 36 طريق. وده مثال بالنسبه لنا مهم جدا يا شباب. تعالوا كده ناخد مثال، خلي بالكم معايا. المثال ده مهم جدا وفي طلبه كثير جدا سالت عن السؤال دوت. تعالوا كده نحله مع بعض. اذا كان لدينا الارقام، انا عندي الارقام 1 و2 و3 و4 و5، انا عايز اكون عدد زوجي، بشرط عليا ان انا عايز عدد زوجي. العدد زوجي بالنسبه لي هيبدا بكام؟ يبدا بالاثنين ويبدا بالاربعه، تمام. بس في شرط ثاني، اكبر من 300، تمام. قال لك العدد ده، تعال نشوف كده مع بعضنا. العدد عندي بالظبط اللي يكون بنحب اتعامل معاه، هتعامل اول حاجه مع الاحلال. مع الاحلال يعني ايه؟ يعني الترتيب مش مهم، الترتيب بالنسبه لك مش مهم، الترتيب مش مهم. وممكن كله يبقى موجود، يعني الخمسه موجودين في الاول، موجودين في الثاني، موجودين في الثالث، وهكذا. اول ملاحظه لاحظ العدد 300 ده ممكن يكون كم رقم؟ ممكن يكون ثلاثه ارقام، صح؟ وممكن يكون انا عايز العدد اللي هو اكبر من 300، ممكن يكون ثلاث ارقام، وممكن يكون اربع ارقام، وممكن بالنسبه لك يكون خمس ارقام. ما ينفعش طبعا يكون اكبر من كده، لان هو اصلا الاعداد كلهم خمس ارقام. تعالى كده ناخد كل حاله ونفصلها مع بعضنا جزئيه جزئيه. خلي بالكم معايا شباب. رقم الف لما يكون عندي العدد مكون من ثلاثه ارقام، طبعا في احتمالات هنا، او يعني زائد. العدد مكون من ثلاثه ارقام، خلي بالك معايا هو، بس الشرط عليه شرط ان اولك لازم يكون عدد زوجي 2 و4. دول هنا 2، يعتبر في احتمالين عندك. طب تعال نشوف بعد كده العدد انت عايزه اكبر من مين؟ اكبر من 300، يبقى ممكن هنا يكون 3، ممكن 4، ممكن 5. قدامك كام احتمال؟ 3 احتمالات. هنا براحتي عادي، لان هو قال لك هنا الترتيب مش مهم، التكرار مش مهم بالنسبه لي. يبقى انا ممكن اختار بالنسبه لي، خلي بالكم معايا يا شباب. لما احب اتعامل مع دي تعال نشوف اختار ايه بالنسبه لي. هيكون عندي ممكن يكون عندي واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه. يبقى دول عددهم عندي خمس اختيارات. يبقى عدد الطرق بالنسبه لي هتساوي 2 ضرب 5 ضرب 3 تعطيك النتيجه 30 طريق. دي اول جزئيه. تمام؟ تعالوا نشوف بعد كده يا شباب لما يكون عندي ممكن يكون العدد مكون او، انا حاطط لك هنا او لان او تعني زائد. خلي بالكم معايا يا شباب. ممكن يكون عندي العدد مكون من كام يا شباب؟ من اربع ارقام. تعال نخلي كده عندنا الاربع ارقام دي، واحد اثنين ثلاثة اربعة. امشي معايا جزئية جزئية. طبعا اول جزئية لما يكون عندك العدد مكون من اربع ارقام، ممكن يكون عندي هنا ادي اثنين وادي اربعة، يبقى قدامي هنا تركتين. هنا العشرات ممكن يكون جميع الاعداد، يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، يبقى قدامي خمس طرق. هنا ممكن يكون برضو قدامي خمس طرق، لان مش لازم التكرار. يعني هنا العنصر ممكن واحد اخده هنا واخده هنا واخده هنا، يبقى انا يظهر بخمس طرق وانا يظهر بخمس طرق برضو. لما احب اجيب عدد الطرق بتاعت الجزئيه ديت يا شباب، هتكون عندي عدد الطرق تساوي 2 ضرب 5 ضرب 5، لان طبعا هنا التكرار مش مهم يا شباب، الاحلال معناها التكرار مش مهم. 2 ضرب 5 ضرب 5 تساوي 250 طريق. الإحلال معناه التكرار غير مهم. تعال ناخد بعد كده آخر جزئية، أو لما يكون عندي قال لك ممكن يكون العدد مكون من خمس أرقام. ممكن عندنا العدد يكون أكبر مكون من خمس أرقام يا شباب. نفس القصة بالنسبة لك، ده رقم 2 3 4 5. هنا عندك 2 و4،
يبقى في اتنين. هنا عندك مقام من خمس ارقام، هنا خمسه، هنا خمسه، هنا خمسه، هنا خمسه، مع الاحلال معناها مسموح لك بالتكرار. لما احب اتعامل مع عدديات يبقى انت عندك هنا كده عدد الطرق هتساوي بالنسبه لنا 2 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5، معناها 2 ضرب 5 اس 4 هتكون عندك 1250 طريقه. ودي بالنسبه لنا مهمه جدا. تعالوا بعد كده نجيب عدد الطرق كلها. بقول لك او يبقى تاخد لي عدد الطريقه الاولانيه اللي هي 30 زائد 250 زائد 1250. تعالوا كده نشوف مع بعض بالنسبه لنا يا شباب. يبقى عدد الطرق بالنسبه لنا كلها هو ادي عدد الطرق، ادي عدد الطرق كلها تساوي اول واحده عندك 30 زائد 250 زائد 1250، واشتغل عندك بالحاسب هتكون عندك 1530 طريق. تعال ناخد بعد كده ثانيا، طبعا لو ما طلبش منك حاجه في السؤال ده لازم تحل الاثنين مع الاحلال اللي هي الترتيب مش مهم، دي بدون احلال. دون احلال يعني العدد اللي تختاره ما تختاروش تاني، يعني معناها دون تكرار. معايا يا شباب؟ نفس القصه، اما ان يكون عندك لازم يكون عندي هنا ثلاثه ارقام او اربعه او خمسه، ما اقدرش اختار اكتر من كده. تعال نشوف مع بعضنا يا شباب، خلي بالكم معايا بالنسبه للجزئيه ديت. هو شرط عليك انك العدد الاول يكون زوجي. طبعا الاعداد اللي انا شغال عليها 1 2 3 4 5. نفترض خدت العدد الاول 2 مظبوط، يبقى احتماله 1، يبقى هنا كده بالنسبه لي يطلع عدد الطرق بتاعته 1. انا عايز العدد هنا، امسك العدد المئات. لما اقول لك اكبر من 300 يبقى انا اختار الثلاثه والاربعه والخمسه، يبقى قدامي ثلاث طرق. في النص عندي، تعال نشوف، انا اخترت هنا عدد واخترت هنا عدد وغير مسموح لي بالتكرار، يبقى انا اخترت عددين من خمسه، يبقى جوه في ثلاثه الباقيين. ما ينفعش اختار زي ده، هات المثال اللي احنا كنا بنحكي فيه نفس السؤال، كنت انا اختار خمسه هنا واختار خمسه هنا، ما ينفعش، لان انت هنا اصلا اخترت عدد وهنا اخترت عدد، فانت في الاساس اخترت عددين من قام من خمس اعداد، يبقى الباقي عندك ثلاثه فرص. يبقى عدد الطرق بالنسبه لنا في الجزئيه دي، عدد الطرق عباره عن 1 ضرب 3 ضرب 3، تكون عندك النتيجه 9 طرق. دي اول جزئيه. طب لو انت عايز تختار برضو نفس القصه، ثلاث ارقام. ليه انا قلت ثلاث ارقام؟ لان اول رقم انا اخترت الاثنين، ممكن اختار الاثنين وممكن اختار الاربعه، لان اول رقم شرط عليك ان عدد يكون زوجي. ده بالنسبه لنا ده الرقم الاول وده الرقم الثاني وده الرقم الثالث. اخترت، نفترض اخترت اربعه، الاربعه قدامها طريقه واحده، هنا عايز العدد اكبر من 300، يبقى قدامي ثلاثه، قدامي اربعه، قدامي خمسه. هنا اخترت الاربعه، طب الاربعه موجوده والتكرار غير مسموح بيه، مش هتطبلي على الاربعه، عايزك تبقى ذكي معايا، يبقى انا عندك طريقتين بس. وفي الاصل اصلا انت اخترت هنا عدد وهنا عدد، يبقى اخترت عددين. عددين من مين؟ من خمسه، يبقى الباقي عندك هنا كم عدد؟ ثلاث اعداد. لما احب اتعامل مع عدديات يا شباب يبقى عدد الطرق، عايزك تركز معايا وتفتح مخك، 1 ضرب 3 ضرب 2، معايا يا شباب؟ هتكون عندك 6 طرق. اظن استوعبنا الجزئيه ديت وفهمناها 100%، اتمنى تكونوا معايا يا شباب. طب لو انت عندك العدد بيتكون من اربع ارقام، ممكن اقول كده، ممكن اهو العدد يتكون من اربعه ارقام. أربعة أرقام، أدي رقم 2 3 4. أنت بالنسبة لك هنا ممكن تختار الاثنين والأربعة، يبقى قدامك فرصتين. طب العدد مكون من أربع أرقام، أنا في الأصل هنا اخترت كم رقم؟ رقم واحد، يا اخترت الاثنين يا اخترت الأربعة، يبقى اخترت عدد واحد، لكن قدامي فرصتين. العدد الواحد اخترته من مين؟ من خمس أرقام، يبقى قدامي هنا أربع طرق. أنا اخترت عدد وهنا اخترت عدد، يبقى اخترت عددين من خمسة، يبقى قدام هنا ثلاثة. بعديها اخترت هنا اثنين. يبقى عدد الطرق بالنسبة لي هتساوي، تعال نشوف كده يا شباب، نتعامل ازاي مع الجزئية دياتي. عدد الطرق بالنسبة لي هتكون عندي 2 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2، هتكون عندك 48 طريقة.
تعال ناخد بعد كده لو انا بتعامل مع الجزئيه ديت نشوف بتعامل معاها ازاي يا شباب. خلي بالكم معايا، فهمنا الجزئيه دي عشان اكمل الجزئيه دي اشوف اتعامل معاها كيف. خلي بالكم معايا خلاص كده احنا وصلنا لغايه اربع ارقام. هناخد بعد كده عدد يتكون من، لو انا عايز اجيب بالنسبه لي عدد يتكون من كام رقم يا شباب؟ من خمس ارقام. تعال خمس ارقام كده، ادي رقم 2 3 4 5. نفس القصه انا عندي هنا لازم اختار 2 و4 لان اول يزوجي، يبقى انا قدامي هنا خلي بالكم معايا يا شباب العدد ده يختار الاثنين يختار الاربع، يبقى قدامي تركتين. هنا في الاصل اخترت عدد واحد، عدد واحد من مين؟ من خمس ارقام، الخمس ارقام اللي هم واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. يبقى انا اخترت عدد واحد يبقى قدامي هنا اربع طرق. اخترت عددين قدامي هنا ثلاثه، قدامي هنا اثنين، قدامي واحد. اظن استوعبناها يا شباب. يبقى لما احب اتكلم عن عدد الطرق بالنسبه لي ابطال، هقول عدد الطرق تساوي 2 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. اختصر لي كل هذا الكلام عندك، هتكون النتيجة 48 طريقة. أنا قلت لك في الأول العدد لما جيت أكونه، تكوين العدد بالنسبة للجزئية دياتي في حالة عدم التكرار، قلت لك ممكن يكون 3 أرقام أو، خد بالك معايا كلمة أو دي، 4 أرقام أو خمس أرقام أو تعني زائد بلس يعني، أو يعني زائد. يبقى أكتب هنا كده عدد الطرق كلها بالنسبة للجزئية ديت يا شباب، عدد الطرق كلها بالنسبة للجزئية ديت عبارة عن الأولين اللي كنت تجيبها 9 والثانية 6، اللي ثلاث أعداد كان عندك عددين، بعديها زائد 48 زائد 48 تديك عدد الطرق كلها 111 طريقة. أظن استوعبنا الجزئية ديت يا شباب وفهمناها تمام التمام. تعالوا كده ننتقل لجزئية ثانية بالنسبة لنا يا أبطال، خلي بالكم معايا. ناخد مثال، احسب عدد الطرق التي يتكون منها ثلاثة أرقام مختلفة، خلي بالكم معايا. والثلاث أرقام المختلفين دول يا شباب بالنسبة لنا تمام أقل من كام؟ 400 معطيك الشرط. أيوة يا شباب، لما يكون عندي العدد مكون من ثلاثة أرقام مختلفة، أنا عايزك تركز معايا، ده أول شرط، وفي نفس الوقت العدد أقل من 400 تمام، لازم العدد يكون متكون من ثلاثة أعداد، ثلاثة أرقام مختلفين عن بعض. طبعا الرقم ده أحد، عشرات، مئات. العدد عندي اللي هو أقل من 400، تعال نشوف مع بعض اللي هو أقل من 400، أدي واحد، أدي اثنين، أدي ثلاثة. يبقى أنا هنا بالنسبة لي قدامي ثلاث طرق. هنا طبعا هشتغل في الأول مع الإحلال يا شباب. بالنسبة للجزئية دياتي مع الإحلال. مع الإحلال. يعني مش مهم التكرار، يعني التكرار موجود. الإحلال معناه التكرار موجود. يبقى أنا هنا قدامي هبدأ طبعا من ناحية المئات لأن العدد عنده 400 ثلاثة خانات، تكون ثلاثة خانات. ولازم يتكون من ثلاثة أرقام مختلفة. يبقى انا عندي هنا ممكن اختار الواحد او الاثنين او الثلاثه، ما ينفعش اختار الاربعه والخمسه، يبقى قدامي ثلاث طرق. هنا ممكن اختار خمسه وهنا ممكن اختار خمسه، العدد احنا قلنا التكرار موجود عندك. يعني انا هنا اخترت الثلاثه ممكن اختار هنا. هنا ممكن اختار الواحد او الاثنين او الثلاثه او الاربعه والخمسه، ما عنديش محاذير. هنا ممكن اختار الواحد او الاثنين او الثلاثه او الاربعه والخمسه. يبقى بالنسبه لي لما احب اتكلم عن عدد الطرق في هذه الحاله تكون خمسه ضرب خمسه ضرب ثلاثه. تبقى 25 ضرب 3 تكون عندك 75 طريقة. دي أول جزئية. تعال ناخد بعد كده لما يكون عندك العدد يتكون من الحالة الثانية ثلاثة أرقام مختلفة بس عندي دون إحلال. يعني معناها دون تكرار. العدد عندي متكون من ثلاثة أرقام، هذا رقم 2 ادي ثلاثة. العدد عندنا ممكن يكون واحد او اثنين او ثلاثة. يبقى عدد الطرق هنا ثلاثة طرق. انت اخترت عدد واحد هنا. عدد واحد من خمس اعداد يبقى قدامك اربع طرق.
اخترت عدد هنا واخترت عدد هنا، يبقى اخترت عددين من اصل 5 اعداد، يبقى عندك هنا 3 طرق. دي عبارة عن دي مئات، دي عشرات، دي احات. يبقى عندي عدد الطرق بالنسبة لي عبارة عن 3 × 4 × 3 تساوي 36 طريقة. دي بالنسبة لنا يا شباب. تعالوا كده مع بعض ننتقل لجزئية تانية بالنسبة لنا، وناخد مثال فني بالنسبة لنا يا شباب. خلي بالكم معايا، شوف اتعمل ازاي مع الجزئية دياتي. بيقول لي لما اجي اقول لك احسب لي عدد طرق تكوين عدد زوجي مكون من 3 ارقام مختلفة بحيث عندك يكون اكبر من 500، يبقى اول شرط العدد مكون من 3 ارقام، وال3 ارقام دول مختلفين عن بعض، يبقى 3 ارقام مختلفين عن بعض، وال3 ارقام اكبر من 500، والعدد دواتي عدد زوجي. تعال نشوف مع بعض يا شباب. تعال كده، العدد الزوجي هنا ممكن يكون عندك 0 او 2 او 6. انا افترض خدت 0 دوت عدد زوجي، انا عايز العدد هنا يكون اكبر من 500. اكبر من 500 يبقى انت ممكن يكون عندك 6 وعندك 7. هنا انت عندك عدد الطرق هتكون 1، عدد الطرق هنا تكون 2. انت مضطر هتختار كام رقم؟ هتختار بالنسبة لك 3 ارقام، فانت بالنسبة لك اخترت هنا رقم واخترت هنا رقم، يبقى اخترت رقم ورقم، يبقى اخترت رقمين من 5 ارقام، يبقى باقي عندي 3 محاولات، يبقى ده عدد الطرق بالنسبة لاول جزئية. تعال ناخد تاني جزئية بالنسبة لنا، عايزك تركز معايا يا شباب. هقول تاني اول جزئية، افترضت انا العدد الاول 0، يبقى عدد محاولاته بالنسبة لي عدد الطرق بتاعته 1. العدد ده اكبر من 500، عايز اختاره من الاعداد ده، ما ينفعش اختار 0 او 2 او 3 عشان الاعداد ديت كلها اقل من 5. انا بتعامل مع المئات، يبقى اختار 6 واختار 7، عددهم 2، يبقى انا اخترت هنا عددين. لكن في الاصل انا يا هختار الستة يا هختار السبعة، يبقى انا هختار عدد 1. هنا اختار عدد 1 واختار عدد 1، يبقى انا اخترت عددين. عددين من كام؟ من 5 اعداد، يبقى باقي عندي 3 محاولات. لو جيت خدت العدد الزوجي 2، هنا عدد المحاولات بتاعته 1، هنا عندك 6 وعندك 7. انت في الاصل هنا اخترت عندك محاولتين 6 والـ7، لكن في الاصل اخترت 1 بس، يبقى انت اخترت 1 من هنا واخترت 1 من هنا، وانت عايز تختار كم عدد؟ 5 اعداد، يبقى انت يتبقى عندك هنا 3 اعداد. طب اذا كان عندك عدد زوجي، خلي بالكم معايا يا شباب، انا جيت اخترت الستة، يبقى هنا قدامي محاولة واحدة، ممكن اختار هنا الـ6 والـ7. اقول لك غلط، الستة غلط، لان الاعداد شرطة انها تكون مختلفة عن بعضها، يبقى انا عندي هنا محاولة واحدة، يبقى انا عندي هنا محاولة واحدة، يعني اخترت عدد هنا واخترت عدد هنا، يبقى اخترت عددين، عددين من 5 اعداد، يبقى انا عندي هنا 3 اعداد. تعال نجيب بعد كده، طبعا انا بقول في بين كل واحدة والتانية او هنا او هنا او، واو تعني كلمة ايه يا شباب؟ زائد. يبقى لما احب اتكلم اجيب عدد الطرق كلها بالنسبة لي عبارة عن 1 × 3 × 2 زائد 1 × 3 × 2 زائد 1 × 3 × 1، واجمع لي كل هذا الكلام، هتكون عندك 6 + 6 + 3، هتكون عندك النتيجة تساوي 15 طريقة. ودي بالنسبة لنا مسألة مهمة جدا يا شباب. تعالوا كده مع بعض ننتقل مع بعض لجزئية تانية، اتمنى تكون فهمت الجزئية دياتي واستوعبتها معايا كويس جدا. تعالوا كده ننتقل لجزئية تانية بالنسبة لنا يا شباب، خلي بالكم معايا. لما اجي اقول لك انا عايزك تجيب لي كم عدد زوجي مكون من 3 ارقام مختلفة، يبقى اول حاجة انا عايز عدد زوجي، ثاني حاجة عايز 3 ارقام مختلفة، ثالث حاجة يبقى دي الشروط اللي عندي. اول حاجة بالنسبة لي خلي بالكم معايا يا شباب، تعال نشوف مع بعض. هنا هشتغل على قاعدة بالنسبة لي، الاعداد الزوجيه اللي انا ممكن اتعامل معاها بالنسبه للمساله دي ممكن الاثنين، ممكن كام؟ الـ4. يبقى لما احب اوجد قاعده بالنسبه لحل المسائل دياتي، صعوبه المسائل دي بالنسبه للطلاب اللي ما لهاش قاعده، فاحنا بنحاول نجمع كل مجموعه من المسائل ونحط لك قاعده من عندنا بحيث انت تشتغل عليها وتبقى امورك مظبوطه 100%. القاعده ان في شرط مطلوب في السؤال هتضربه فيه لام، هنا كده باقي الأعداد، باقي الأعداد مين؟ المكونة للعدد. طب تعال نطبق هذا الكلام على المثال اللي عندنا.
الشرط المطلوب قال لك العدد لازم يكون عندك عدد ايه؟ زوجي. يبقى اكتب عندي عدد الاعداد الزوجيه. عدد الاعداد الزوجيه كم عدد عندك؟ ادي عدد اثنين، يبقى دي اثنين مضروبه في لا. لام مين؟ لام الباقي. انت عندك عددين زوجيين، يا تختار الاثنين تختار الاربعه، بس انت في الاصل مش لما تختار الاثنين مع بعض، ادي الاثنين وادي الاربعه، اخترت واحد بس منهم. يبقى اخترت عدد واحد من كم عدد يا شباب؟ من اربع اعداد، من خمس اعداد، اللي اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسبعه، يبقى اخترت عدد واحد منهم، يبقى الباقي عندك اربعه. اربعه عندك، انت اخترت عدد من هنا وعدد من هنا. يبقى الاربعه دول يبقى اخترت عددين. عددين بالنسبه لك هتختارهم، يبقى اربعه هختار منهم، انا عايز العدد الزوجي اكون مختاره من ثلاثه ارقام. خلي بالكم معايا يا شباب، اخترت العدد هنا، اخترت هنا عددين، وخدتهم من دول أربعة، يبقى يتبقى عندي هنا اثنين. استوعبنا الجزئية دي؟ هقولها تاني يا شباب. الشرط المطلوب عندي هضربه في لام باقي الأعداد. الشرط المطلوب أنا اخترت عددين. العددين اللي هم ممكن يكونوا اثنين ممكن يكونوا أربعة. يبقى عدد الأعداد الزوجية عندي اثنين. مضروبة فيه. اخترت من دول عدد واحد من هنا. عدد واحد من كام؟ من خمس أعداد. يبقى عندي هنا كام الباقي؟ عندي أربعة. والأربعة أنا اخترت منهم، اختار هنا عددين زوجين واختار عدد هنا، يبقى عندي الباقي اثنين من مين؟ اثنين من الخمس أعداد. لما أحب أتعامل مع الجزئية دي يا شباب هتكون تساوي عندك، خلي بالك معايا، أدي اثنين مضروبة فيه. أربعة لام اثنين معناها أربعة ضرب ثلاثة، واختصر هذا الكلام تكون عندك النتيجة 24 طريقة. تعال ناخد مثال ثاني حق الجزئية دي بالنسبة لنا يا أبطال، خلي بالكم معايا. بكم طريقة يمكن تكوين أربع أعداد مختلفة؟ أنا عايز أكون أربع أعداد مختلفين بحيث يكون رقم العشرات بالنسبة لنا زوجي. رقم العشرات عندك اللي أنا ممكن أختاره ممكن يكون كام؟ اثنين أو أربعة. لما أحب أتعامل مع عدياتي أقول عدد الطرق بالنسبة لنا. الشرط بتاعي اللي هو عدد العشرات. العشرات كام؟ أدي اثنين مضروبة فيه. لام الباقي، انت اخترت هنا عددين، خلي بالكم معايا يا شباب، من كام؟ بس انا ما اخترتش الاثنين مع بعض، يا اخترت مره الاثنين ومره مين الاربعه، يبقى اعتبر ان انا اخترت هنا عدد واحد. عدد واحد اخترته من مين يا شباب؟ من اربعه. من اربعه بالنسبه لي. يبقى انا اخترت عدد هنا واخترت عدد هنا، يعني اخترت الاثنين دول من كام؟ من اربعه، يتبقى عندك اثنين. تبقى اربع لام اثنين. اثنين ضرب اربع لام اثنين هتعمل معاها ازاي؟ تعالى شوف كده مع بعضينا يا شباب، احنا قلنا هنا نراجع المسألة دي كده مع بعضينا، تعال شوف كده مع بعض. أنت اخترت عدد واحد هنا من أربعة مش من خمسة. من أربعة يبقى هنا ثلاثة يا شباب. آسف جدا. تعالوا كده نراجع المسألة تاني مع بعضينا. أنا عندي أربع أعداد. اخترت منهم عدد زوجي، العدد الزوجي هيكون اثنين ويكون أربعة. يبقى أنا اخترت عدد واحد أصلا في الأساس. العدد الواحد أنا اخترته من مين يا شباب؟ من أربع أعداد. يتبقى عندي ثلاثة أعداد. ثلاثة أعداد يبقى أنا اخترت العددين. هشيل العددين عندك من هنا، هيتبقى عندي اثنين من أربعة، يبقى ثلاثة لام اثنين. هتساوي عندي اثنين ضرب ثلاثة ضرب اثنين، واختصر لي عندي بالنسبة لي هذا الكلام هيكون يساوي كام؟ 12 طريقة. ممكن لما نحب نفصل الجزئية دي بالنسبة لنا، تعال نفصلها كده مع بعض يا شباب، خلي بالكم معايا. قلت لك أنا عايزين نختار عدد مكون من أربع أرقام، تعال نشوف كده مع بعض، أدي أربع أرقام. العدد مشترط عليا ان رقم العشرات ده يكون زوجي. رقم العشرات ده ممكن يكون اثنين. او خلي بالكم معايا يا شباب، هنا كلمة او تعني زائد. ممكن يكون اربعة، ركز معايا في الكلام اللي بقوله. أنا عايز عندي عدد العشرات يكون زوجي، يبقى هنا عندي محاولة واحدة. وهنا عندي محاولة، حطهم كده في دايرة عشان أعرف إن أنا شاطر عليهم في الآخر. تمام. أنا عايز أختار بالنسبة لي طبعًا الرقم بالنسبة لي، تعالى نشوف أختار هبدأ منين. أنا عندي هنا اخترت، كان عندي رقم واحد، هنا ممكن أختار كام رقم؟ أنا عايز أختار من أربع أرقام. هنا بالنسبة لي هيكون دي ينفع يكون ثلاثة. لأن اخترت رقم واحد، يبقى هنا ينفع يكون ثلاثة أرقام كلها مختلفة عن بعضها، خلي بالكم معايا، هنا اخترت ثلاثة. ممكن أختار يعني لو خدت الرقم اثنين هنا ممكن أختار الباقي، يعني ممكن يكون هنا عندك ثلاثة أو أربعة أو سبعة. يبقى أنا قدامي ثلاث طرق. بس في الاصل انا اخترت هنا عدد واخترت هنا عدد. من كام؟ من اربعه. يبقى عندي هنا اثنين. هنا قدامي عددين خدت يعني
العددين هاخد منهم عدد واحد، يتبقى عندي فرصه واحده هنا في الاخر. تاني هقول تاني، دي كانت بالنسبه لي عدد زوج اثنين، يبقى قدامي فرصه واحده، هنا اخترت عدد واحد خلاص، بس هو رقمه وقيمته اثنين، مفروض عليا فرض. فالكماله هنا لما اجي اكمل انا ممكن اختار هنا، انا لو اخذت الاثنين هنا ممكن يكون عندي هنا الثلاثه او الاربعه او السبعه، يبقى قدامي ثلاث طرق. انا اخترت عدد وانا اخترت عدد، يبقى اخترت عددين من اربعه، يبقى قدامي هنا عددين وهنا عدد واحد. هنا نفس القصه، قدامي عدد هنا اربعه، يديني هنا اثنين، واديني ثلاثه، واديني سبعه، يبقى قدامي ثلاث طرق. انا اخترت عدد وهنا اخترت عدد، يبقى اخترت عددين من اربعه، يبقى هنا اثنين. انا اخترت عدد ثلاث اعداد، ادي عدد اثنين ثلاثه، يبقى قدامي هنا واحد. لما احب اجيب بالنسبه لي عدد الطرق هقول ادي عدد الطرق، عشان نكون استوعبناه كويس جدا للناس اللي عايزه تفصل بالتفصيل. هقول 3 ضرب 1 ضرب 2 ضرب 1 زائد، طبعا او تحط زائد، 3 ضرب 1 ضرب 2 ضرب 1، هتكون عندك هنا 6 زائد 6 تكون 12 طريق. ونفس الحل السابق بالنسبه لنا يا شباب. تعالوا كده مع بعض ننتقل لجزئيه ثانيه بالنسبه لنا. خلي بالكم معايا يا شباب، هناخد مثال جديد. لما اجي اقول لك انا عايزك تكون لي الاعداد المكونه من ثلاثه ارقام مختلفه، وهذه الاعداد المكونه من ثلاثه ارقام مختلفه تكون متاخده من الاعداد، يبقى انا عندي العدد الشرط ثلاثه ارقام مختلفه. حلو الكلام لغايه دلوقتي. الثلاثه دول هم اللي يكونوا اصغر من كام؟ من 900. خلي بالكم معايا يا شباب، الاعداد عندي اللي هي اصغر من 900 اللي انا ممكن اكونها، التي تكون أصغر من 900 هي عندي الاثنين والخمسة والثمانية، يبقى دول ثلاثة أعداد. يبقى الناتج بالنسبة لي أكتب ثلاثة مضروبة في لام. خلي بالكم معايا، أنا هنا عندي ثلاثة أعداد بس في الأصل اخترت كم عدد؟ اخترت عدد واحد. عدد واحد من مين؟ من أربعة، يبقى الباقي عندي ثلاثة. اخترت عدد من هنا وعدد من هنا، يبقى اخترت عددين من أربعة، يبقى الباقي اثنين. ده الطريقة اللي احنا ماشيين عليها يا شباب. طبعا واقدر اعملها بنفس الطريقة اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الجزئية السابقة. لما احب اختصر دي هتكون عندك 3 ضرب 3 ضرب 2، تكون عندك النتيجة 18 طريقة. أتمنى تكونوا استوعبتوا الجزئية دي وفهمتوها كويس جدا. تعال نعيد السؤال دوت عشان الشباب اللي معانا. عايز عدد الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام مختلفة، بحيث تكون أصغر من مين؟ أصغر من 900. خلي بالكم معايا يا شباب، الأعداد اللي هي أصغر من 900 اللي أنا أقدر أكونها هنا يكونوا كم عدد؟ ثلاثة أعداد، يبقى ده الشرط اللي عندي، ده الشرط، ده اسمه الشرط المطلوب. الأعداد اللي هي أصغر من 900 اللي هي ثلاثة تضربها في، أنت خدت عدد من هنا، العدد خدته من الأربعة يديك ثلاثة، خدت عدد هنا وخدت عدد هنا، يبقى ثلاثة ضرب لام اثنين، يبقى ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب اثنين تديك تسعة، ضرب اثنين تديك 18 طريقة. تعال ناخد بعد كده مثال تاني عندنا. لما اجي اقول لك بالنسبه لنا، خلي بالكم معايا يا شباب، اذا كان عندك س تساوي س تنتمي لط، يعني انا عندي س فيها مجموعه الاعداد من 5 ل 9، الس اكبر من او تساوي 5 واقل من او تساوي 9، يبقى اقدر اقول ان الس فيها 5 و6 و7 و8 و9. الصاد عندي في شرط عندك ان الالف ما يساويش مين؟ الباء. الألف لا يساوي، نستخدم حاجة اسمها التباديل. ركزوا معايا يا شباب. الألف لا يساوي، نستخدم حاجة اسمها التباديل. يبقى أنا عندي عدد الطرق وعندي عنصرين ألف وباء. عندي الخمسة عايز آخدهم اتنين اتنين، يبقى أول جزئية بالنسبة لي لما أحب أجيب عدد عناصر س، عشان عايز عدد عناصر س بالنسبة لي، الخمسة هاخدهم اتنين اتنين عشان عندي ألف وباء. الألف وباء هختارهم من عناصر الس، والسين عناصرها من 5 ل 9، يبقى طبعا 5 لام 2 دي عدد الطرق بالنسبه لموضوع التباديل، تبقى 5 ضرب 4 تصير تكون عندك النتيجه 20 طريقه. تعال نتعامل بعد كده مع الجزئيه ديت عندنا. لما يكون عندي انا عندي العين، العين فيها ثلاثه عناصر الف وباء وجيم، وفي كلمه تنتمي، تنتمي يعني اختياري، يعني معناها تشتغل على حاجه اسمها التوافيق. هنا عملية الترتيب عملية مهمة، هنا عملية الترتيب عملية غير مهمة، يعني معناها إن الاختيار بالنسبة لك تم بشكل عشوائي، لما أحب أوضح بشكل عشوائي بين
الالف والباء والجيم عشان خاطر كده استخدمت التوفيق. لما احب اتكلم اقول عدد الطرق تساوي 5 قاف 3، واجيب دي باستخدام الاله الحاسبه اجيبها كيف؟ هتعطيك النتيجه 10. تعال اعلمك. اول حاجه لما احب اجيب 5، لام 2 معناها 5 شفت ضرب 2 بالحاسبه هتكون عندك 20. لما احب اجيب 5 قاف 3 عباره عن 5 شفت تقسيم 3 تكون النتيجه عندك 10. في حاله التباديل تستخدم ضرب، في حاله التوفيق تستخدم تقسيم، ودي مسائل بالنسبه لنا مهمه جدا يا شباب. وبكده بهذا المثال اتمنى تكونوا فهمتوا الجزئيه اللي خدناها اليوم، واتمنى تكونوا استوعبتوا الحلقه بتاعه اليوم يا شباب. وان شاء الله باذن الله في نهايه هذا الفيديو، اذا اعجبك الفيديو اعمل لايك، ولا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد يوميا من خلال القناه. ننتظر دعمكم يا شباب من خلال القناه، وهذه القناه قناه المنقذ التعليميه، تقدم خدمات تعليميه مجانيه على اليوتيوب بالنسبه لجميع طلاب المراحل الدراسيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.